تبذل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات جهداً كبيراً لمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، فهي تحدد القواعد والإجراءات وتفحص الرياضيين، كما تقوم بتحديث لوائح المواد المحظورة. ولطالما كانت بعض المنشطات كالستيرويدات البناءة محظورة في الرياضة، إلا أن بعضها الآخر يكون محظوراً في أوقات المنافسات أو في رياضات محددة، وهي حالة حاصرة مستقبلات بيتا التي تمنع بشكل خاص خلال منافسات النبالة أو الرماية، إذ أنها تساعد في الحفاظ على ضربات قلب منخفضة، ما يحد من ارتعاش اليدين. أما تنشيط الدم فهو من أكثر الوسائل فعالية في تحسين الأداء وقدرة التحمل، وغالباً ما يلجأ إليه راكبو الدراجات المحترفون. بعض أساليبه كتناول الإريثروبويتين الذي يعزز تكوين الكليات الحمر، بالإضافة إلى نقل الدم، تستخدم لتحسين مستوى قدرة الدم على حمل الأكسجين. فعندما تصل كمية أكسجين أكبر إلى العضلات، تزيد قدرة الرياضي على التحمل ويتحسن أداؤه. الإريثروبويتين وغيره من حاملات الأكسجين قد يظهر تعاطيها خلال الفحوصات، إلا أن بعض عمليات نقل الدم يصعب كشفها، كعندما يقوم الرياضي بسحب دمه قبل فترة وحقنه مجدداً قبل المنافسات. وتشمل وسائل الكشف عملية قياس كتلة الهيموغلوبين أو البحث عن آثار للملتينات، وهي من المكونات المستخدمة في الحاويات التي تحفظ الدم. إثر ذلك أصبح جواز الرياضي البيولوجي أداة رئيسية في مكافحة المنشطات. وفي التفاصيل، يراقب الرياضي خلال الموسم وتقاس بعض الواسمات البيولوجية كضربات القلب وكتلة الدهون والإيماتوكريت ومستويات الدم والبول. التقلبات المفاجئة غير طبيعية وتكشف عن إمكانية استخدام المحظورات، ولكن لهذا النظام أيضاً حدوده، فالفحوصات قد تعجز عن كشف الإريثروبويتين والتستوستيرون وحتى الإنسولين التي يتناولها الرياضيون بشكل دائم ولكن بجرعات صغيرة جداً.